وباسم الثورات الملونة والفوضى الخلاقة وغيرها عانت دول كثيرة من شرور الغرب الاستعماري، حيث عملت أمريكا والمتحالفين معها من خلال إثارة النزاعات ودعم التنظيمات الإرهابية على تدمير الدول مثل العراق وليبيا ولبنان وبلدي سوريا التي ما زالت تعاني من عدوان هذه الدول والإرهاب ولأكثر من 12 عاما. وبعد نجاح قواتنا المسلحة وبمساعدة الأصدقاء وعلى رأسهم روسيا الاتحادية في دحر العدوان والقضاء على جزء كبير من الإرهاب، لجأت هذه الدول إلى شن حرب اقتصادية وحصار قاتل ضد الشعب السوري ومنع وصول كافة وسائل النمو إليه. تشهد إفريقيا تحديات أمنية متفاوتة الشدة والتعقيد ومتنوعة من حيث طبيعة مصادرها وفواعلها، حيث تزداد فيها الأزمة الداخلية بل وحتى الحروب الأهلية والتدخلات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة وارتفاع حدة التنافس الاستراتيجي بين القوى الكبرى على الموارد الطاقوية والمعدنية من أجل التموقع في هذه القارة بما يتوافق مع أجندتها بنظرة استشرافية ونفيعة.